بسم الله الرحمن الرحيم، الزملاء الأعزاء مرحب بكم في فيديو جديد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المخرجات بتاعة الديزاين. يعني خلاص احنا تخطينا مرحلة ان احنا رحنا شركة انجينيرينج والشركة بدأت تطلع لي دوكومنت بحيث ان انا اراجعها وابدأ اشتغل عليها في السايت في حالة انها ابروفد بالنسبة للأونر. يعني الديزاين نفسه والفاكتورز بتاعته واللودز اللي فيه وكل الكرايتيريا ده هنتكلم فيه في الفيديوهات الجايه ان شاء الله يعني. ولكن هنبدا نعمل فيديوهات منفصله لكل مخرج من المخرجات اللي في الديزاين، يعني زي ما هنتكلم عليها بالتفصيل. النهارده ان شاء الله هنبدا باول ديليفرابل من الديزاين وهو البلوك فلو دايجرام او البروسيس فلو دايجرام. زي ما حضراتكم شايفين ان بيتكلم ان الهدف من الدروينج، ايه الهدف اصلا من الدروينج اللي انا بطلع دروينج؟ ان انا بقدر اعمل طريقه للتواصل اللي عايز اوصل الفكره او الديزاين اللي اتعمل اوصله للناس اللي شغاله في الموقع بحيث ان هو يكون فاهم انا عايز اوصل ازاي وامشي ازاي. يعني دي اللغه اللي ما بين الديزاينر وما بين التنفيذيين في السايت. الدروينج اللي بتطلع عندنا يا اما بتبقى سنجل لاين زي ما احنا شايفين كده. السنجل لاين ده بيبقى عباره عن السنتر بوينت للبايب نفسها، يعني لو في اي دايمنشن، لو الرسمه فيها اي دايمنشن ما بين الفلانجه مثلا والتي او وات ايفر، ده بيبقى السنتر لاين بتاع البايب نفسها. الطريقه الثانيه وهي الدبل لاين، الدبل لاين زي ما احنا شايفين كده، ولكن محدش بيشتغل بيها قوي الدبل لاين لانها بتستهلك وقت كتير قوي وملهاش استفاده. يعني هو السنجل لاين بكفايه. فهنتكلم عن المخرجات اللي بتطلع لنا من الديزاين. بيبقى عندنا في ثلاث انواع من الديليفربل او المخرجات. اول حاجه البروسيس فلو دايجرام، او في ساعات بنسميها البلوك فلو دايجرام زي ما هنتكلم النهارده. الحاجة الثانية البايبنج اند انسترومنت دايجرام بي اند اي دي. الحاجة الثالثة البايبنج دروينج. البايبنج دروينج بتحتوي على جميع الرسومات اللي هشتغل فيها في السايت، اللي هنفذ فعلا بيها في السايت، اللي هي بتكون عبارة عن البلوت بلان والجي ايز اللي هو الجنرال ارينجمنت والايزومتريك دروينج والسبورت ديتيلز. هنتكلم ايه هو البلوك فلو دايجرام. البلوك فلو دايجرام هو اسكيماتيك سكتش عباره عن بلوكات بيوضح ايه هي المسار بتاع البروسيس عندي والبروسيس ماشيه ازاي وايه هي الاجهزه اللي موجوده عندي في المحطه الاكويبمنت، بدايه من دخول الفاسيلتي لحد ما الفلو يخرج من الفاسيلتي بعد ما اتعمل له عمليه البروسيسنج. اذا كان وبتوضح فيه اذا كان الفلو ده ميكشر اوف ليكويدز او جازز او في سوليدز او وات ايفر اللي ماشي في السايت. البلوك فلو دايجرام بيحتوي على ايه؟ ايه اللي بيكون موجود في البلوك فلو دايجرام او البي اف دي؟ اللي بيكون موجود في البروسيس بايبنج، البايب ماشيه ازاي، الاكويبمنت سيمبل، ايه رمز الاكويبمنت، المعدات اللي موجوده في المحطه اذا كانت هيترز او سيبريتورز او بامبس او وات ايفر اللي موجود يعني، او هيت اكسشينجر ايهما يعني. والنيمز بتاعتها، النيمز بتاعتها المعده اسمها ايه، والايدنتيفيكيشن الكود بتاعها وكل حاجه، والكنترول فالفز او كنترول سيستم اللي موجود في المحطه اللي هياثر على الاوبريشن. ولو في انتر كونكشن ما بين الفاسيلتي اللي عندنا وفاسيلتي ثانيه بيوضح لنا البلوك فلو دايجرام زي ما هنشوف، وبيوضح السيستم ريتنج والاوبريشنال فاليوز، وبيوضح الكومبوزيشن للفلويد وكل كل الكونكشنز. يعني زي ما احنا شايفين هنا البي اف دي او البروسيس فلو دايجرام بيكون عباره عن بلوكس كده، بلوكات اللي بتوضح لنا مسار الفلو بدايه من ما انه دخل المحطه، وطول ما ماشي هنا حصل ميكس مع الفلو التاني، وهنا دخل الميكسر، هنا دخل الرياكتور. والبي اف دي
بيكون موجود عندنا او بيوضح لنا البريشر والتمبريتشر والفلو في كل نقطه. يعني هنا زي ما احنا شايفين النقطه رقم واحد، نقطه اتنين، نقطه تلاته، ان هنا بعد ما حصل عمليه ميكسنج ما بين واحد واتنين اصبح الفلو هنا شكله ايه، بيوضحها لنا. وبعد ما دخل الميكسر الخارج من الفلو اللي خارج من الميكسر بيكون شكله ايه. هنا ده انا بهتم بالفلو نفسه او الليكويد نفسه اللي ماشي في المحطه بيبقى شكله ازاي والكونديشن بتاعته شكلها ازاي عند كل نقطه من النقط اللي في الفاسيلتي بتاعتي. وزي ما شايفين كده بتكون عباره عن بلوكات، جاست بلوك مكتوب فيه اسم الاكويبمنت او مكتوب فيه المانيفولد او الديزاين اللي عندي زي ما شايفين. وده هو ما بيفيدش قوي اثناء التنفيذيين، ولكنه بيفيد ان انا اكون فاهم الفلو ماشي ازاي جوه المحطه. وبكده نكون خلصنا البروسيس فلو دايجرام، ونلتقي ان شاء الله في البي اند اي دي بايبنج اند انسترومنت دايجرام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.